يعني ان احنا اولا ندي احيانا لبعض الكلام اللي بيقولوه الاخوان مثلا اهميه اكثر مما يستحق. انا رايي احيانا قطر خدت مننا اكثر مما تستحق بكثير. يعني في مدرستين نرد ونوضح او نتجاهل وما نديلهمش اكتر من حجمهم، حتى لما بيكون في مثلا بعض التقارير في الاعلام الغربي، هل المفروض انك تفند وتقول واللي ما يعرفش يعرف زي ما بيقول بالبلدي، ولا انك تتجاهل الكلام ده بما انك انت عارف انت على حق وعلى ارض ثابته؟ انا رايي ان لازم يكون لنا روايه ثابته بتاعتنا احنا، يعني مش انا عايز اقول للعالم انا مين وانا بعمل ايه وايه اللي انا التوجهات اللي انا عايز اعملها. لان احنا عندنا